السلام عليكم، معاكم كابتن اسلام. انا قررت اعمل قناه عشان افيدكم وعشان الناس اللي عندها مشاكل بالنسبه للسمنه المفرطه اقدر اساعدها. اسم القناه بتاعتي قناه الفات، الهدف منها ان انا اقدر اساعدكم سواء بتعملوا انظمه دايت كتير مش قادرين تسيطروا عليها او مش قادرين تحسبوها صح، او بتعملوا تمارين ومش عارفين تعملوها صح. قناتي هدفها انها تعلمكم ازاي تعملوا تمارين صح، ازاي تقدروا تعملوا الدايت، ازاي تقدروا تعملوا كل حاجه في البيت بالنسبه للناس اللي ما بتقدرش تروح اي مكان. كل اللي عليكم ان انتوا تشتركوا في القناه وتتابعوا الكورس من اول حلقه، واي حد عنده سؤال عن اي حاجه يقدر يبعت لي. اسم القناه قناص الفان، وانتوا ايه؟ انتوا قد التحدي. السلام عليكم.